يقول أبو جهل أكثر توحيداً أحسنت. من ثائر الدراجي أحسنت. وأكثر توحيداً من الشيعة، معظم الشيعة طبعاً، يعني الشيعة ما أقصد بالشيعة، أقصد الشيعة الذين يؤمنون بالكافي، بكتاب الكافي الكليني، الشيعة الذين يؤمنون ببحار الأنوار ويعتقدون هذا عالم، الشيعة الذين يعتقدون ويؤمنون بمثلاً الأنوار النعمانية الجزائري، في كتب أمهات كتب الشيعة الذين يؤمنون بهذه الكتب ويقدسون أصحابه ويعظمونهم، أنا أقول بأن أبا جهل وأبا لهب أعظم توحيدا منهم.